بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث بقية الأحاديث الواردة التي ساقها المصنف رحمه الله في صلاة العيدين، وهو حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أو أمرنا، وهذا اللفظ إذا قاله الصحابي فهو في حكم المرفوع، وإن لم يسمى الآمر، لأنه معلوم أنه لا يأمر وينهى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو قال من السنة كذا، فهذا له حكم المرفوع، وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أن نخرج العواتق والحيض يعني لصلاة العيد، هذا فيه استنفار للمسلمين عموما رجالا ونساء لحضور صلاة العيد، وحتى من لم يكن من عادته أن يخرج كالعواتق، وهن الجواري اللاتي بلغن أو قاربن البلوغ، فإن من العادة أنهن يجلسن في البيوت ولا يبرزن من أجل الحياء ومحافظة عليهن. والآن والشكوى إلى الله تغير الحال، وصارت النساء والبنات والعواتق يخالطن الرجال في الشوارع، ويخرجن قبل الرجال إلى الأعمال وإلى الدراسة وإلى البيع والشراء، يخرجن قبل الرجال من البيوت، وربما يكون الرجال نائمين في البيوت والنساء يبكرن في الخروج. وكان في الزمان الأول النساء تحتشم ولا تخرج، لا سيما الشابة التي يخشى عليها الفتنة كانت لا تخرج من البيت حتى يتسلمها زوجها. وفي الحديث تأكد الخروج لصلاة العيد، وأنها تصلى خارج البلد، خارج البنيان في الصحراء إذا أمكن ذلك، لأنها شعيرة عظيمة يجب أن تظهر، وأن يخرج لها المسلمون في صعيد في صحراء، هذا هو السنة والأفضل. وإذا دعت الحاجة إلى الصلاة في الجوامع، صلاة العيد في الجوامع، كازدحام المدن وعدم وجود أرض فضاء فلا بأس، أو حصول الأمطار أو البرد الشديد فلا بأس أن تصلى في الجوامع إذا احتيج إلى ذلك. أما إذا أمكن البروز وأداؤها في الصحراء فهذا أفضل. حتى الحيض جمع حائض، لأن الحائض لا تصلي، ومع هذا تؤمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها لتكثير عدد المسلمين، تكثير عدد المسلمين.
وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن تعتزل الحيض المصلى لئلا يجلسنا، مع أن المصلى ليس مسجداً، وإنما يعتزلن المصلى لئلا يجلسنا والناس يصلون، فيكون في هذا مخالفة ومظهر غير لائق، فيعتزلن المصلى حتى يعرف أنهن معذورات ولا تجلس بين النساء ولا تصلي. فهذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيد ومشروعية أدائها في الصحراء ومشروعية تكثير العدد لها رجالاً ونساءً، حتى الشابات يخرجن لها. وفيه دليل على أن العادة عند المسلمين أن الشابات لا يبرزن ولا يخرجن لأجل الاحتشام ولأجل أمن الفتنة عليهن أو بهن، لأنهن مظنة الافتتان. وفيه أن الحيض لا يجلسن مع النساء اللاتي يصلين بل يعتزلن. نعم. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. هذه الرواية مثل أصل الحديث، ولكن فيها بيان الحكمة من خروج الحيض، مع أنهن لا يصلين، لكن الحكمة أنهن يكبرن مع المسلمين، وفيه مشروعية التكبير يوم العيد، وأن الحكمة في خروج الحيض أن يكبرن. فيه دليل على أن الحائض لا تمنع من الذكر، من ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير، وإنما تمنع من قراءة القرآن. وفيه أيضاً أن من الحكمة أنهن يشاركن المسلمين في الدعاء ويؤمنن على الدعاء، فيحصل لهن نصيب من الخير ومن إجابة الدعاء. نعم. باب صلاة الكسوف. نعم. صلاة الكسوف أي الصلاة التي سببها الكسوف، فهو من إضافة الشيء إلى سببه. والكسوف والخسوف معناهما تغير الشمس والقمر، تغير نور الشمس والقمر، تغير النيرين، هذا معنى الكسوف والخسوف. وقال بعضهم إن الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر، قوله تعالى وخسف القمر. والصحيح أنهما بمعنى واحد، الخسوف والكسوف، للشمس وللقمر، ومعناه تغير نور الشمس ونور القمر، فهذا يسمى بالكسوف أو الخسوف. وهذا أمر يدرك بالحساب ويعرف بالحساب، حدوث الكسوف والخسوف يعرف بالحساب بسير الشمس والقمر، لأن الشمس تنكسف إذا صار القمر تحتها بينها وبين الأرض، إذا اجتمعت الشمس والقمر وتحاذيا يكون القمر تحت الشمس، لأن القمر هو أقرب الكواكب إلى الأرض، فإذا كان محاذيا للشمس حال بينها وبين الأرض وحجب ضوءها فيحدث الكسوف، يحدث الكسوف. وأما كسوف القمر أو خسوف القمر فمعناه إذا نعم خسوف الشمس معناه إذا
حاذ القمر الشمس وصارت الأرض بينهما تحاذيا، صار القمر من الجهة الأخرى من الأرض والشمس من الجهة المقابلة، فتكون الأرض حائلة بينهما، فتمنع الأرض أشعة الشمس عن القمر فيذهب ضوءه، لأن ضوء القمر مستفاد من نور الشمس. فإذا حالت الأرض بينهما يسمون ظل الأرض، فإن القمر يبقى بدون نور، وسببه الاجتماع بين النيرين، الاجتماع والتقابل، ويكون تكون الأرض بينهما، هذا من جهة وهذا من جهة. هذا سبب كسوف القمر، ويكون هذا في ليالي الإبدار، يكون هذا في ليالي الإبدار الرابع عشر أو الخامس عشر، تتوسط الأرض بين الشمس والقمر فينكسف القمر بإذن الله، وهو حساب معروف متى يحصل، يدرك بالحساب في سير الشمس وسير القمر في فلكيهما. وأما خسوف الشمس فسببه أن القمر يكون تحت الشمس فيحجب نورها عن الأرض، يحجب نورها عن الأرض، ولا يكون هذا إلا في آخر الشهر في ليالي الاستسرار، وهي ليلة 29 أو ليلة 30، فيحدث حينئذ كسوف الشمس، لأن القمر حال بينها وبين الأرض فحجب نورها عن الأرض، وهذا يدرك بالحساب ويعرف، وهو من أمر الله وقدره وتقديره سبحانه وتعالى. وكونه يدرك بالحساب لا يمنع أن يخاف منه أنه علامة عذاب، فقد يغير الله العادات ويخرق العادات فيكون الكسوف أو الخسوف مؤذناً بعذاب يحدث بعده. ولهذا يأتي أنه صلى الله عليه وسلم خرج فزعاً يخشى أن تكون الساعة، وأمر بالصلاة والدعاء حتى ينكشف الكسوف، خشية أن يكون ذلك عند حدوث عذاب. والله قادر على كل شيء، وإن كان هذا يدرك بالحساب ويعرف وقته، إلا أنه لا يمنع أن يحدث عنده عذاب من الله سبحانه وتعالى. فلا إشكال بين الأمرين، أنه يدرك بالحساب وأنه يخاف أن يكون عند حدوث عذاب من الله سبحانه وتعالى، إن الله قادر على كل شيء. ولا يمنع أيضا أن يدرك بالحساب ونؤمر بالصلاة، لأن هذا وقت من المواقيت، كما أننا نصلي الظهر إذا زالت الشمس، ونصلي المغرب إذا غربت الشمس، ونصلي الفجر إذا طلع الفجر، فهذه مواقيت للعبادات، منها أنه إذا حصل الكسوف يؤمر بصلاة الكسوف كما يؤمر بصلاة الفريضة عند غروب الشمس بعد غروب الشمس وبعد طلوع الفجر وبعد زوال الشمس، هذه مواقيت للعبادات. من المعلوم أن زوال الشمس يدرك ويعرف بالحساب، وأن غروبها يعرف بالحساب، وأن طلوع الفجر يعرف بالحساب، ومع هذا أمرنا الله بالصلاة في هذه المواقيت. كذلك في مسألة الكسوف يدرك بالحساب، والله أمرنا أن نصلي في هذا الوقت، فلا إشكال بين كون يدرك بالحساب وكونه تشرع الصلاة والدعاء عنده. نعم.
ولكن ما كان أهل الحساب يعلنون هذا للناس قبل حدوثه، هم يعرفونه من قديم ويدرك بالحساب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما كانوا يتبجحون ويعلنون الكسوف قبل حدوثه، فيؤثر هذا على العوام ويذهب الخشية والخشوع والهيبة. يقول إنه ما دام أنه معروف أنه بيحصل فهو ما هو غريب، فهذا ما كانوا يعلنونه، يعرفونه لكن ما كانوا يعلنونه، لأن العوام ومن لا يدري يتأثر ويهون عليه هذا الأمر. إذا أخبر أنه سيحصل قبل أيام، سيحصل في يوم كذا وفي ساعة كذا، يقلل من أهميته. ما كانوا يعلنون هذا، لكن لما جاء التبجح وإظهار التعالم والمعرفة صاروا يعلنونه للناس، حتى أنه ذكر بعض العلماء أنهم كانوا في الدرعية على وقت الشيخ أنهم منعوا شخصاً يعرف الحساب، منعوه أن يخبر بذلك، لأن هذا يقلل من أهميته عند العوام. يقولون إنه كان يستعد ويجي للمسجد ولأنه يعرف الحساب، فنهوه عن هذا لأن هذا الشيء ما عمله السلف، وكان وأيضاً فيه تقليل من أهميته عند من لا يعرف الأمر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها، بل ربما أنهم يعلنون هذا ويستعجل بعض الشباب ويصلون قبل يحدث الكسوف، وربما يتأخر عن الموعد أو ما يحصل كسوف يخطئ الحاسب، فهذا من الجهالات. هذا من أسباب إعلانه، إن بعض الناس أو الشباب والذين عندهم عجلة يبادرون بالصلاة على موعد الحاسب ولو لم يحصل الكسوف، لأن عمل الحاسب يخطي، ربما يصلون وما حصل كسوف أو يبدأون الصلاة قبل الكسوف. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا، وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. نعم، هذا حديث عائشة وهو أصح حديث في الباب. قالت خسفت الشمس، هذا فيه دليل على أن الخسوف يطلق على الشمس كما يطلق على القمر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل الكسوف إلا مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للشمس، ولم يحصل للقمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حصل مرة وكان للشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بالصلاة وبين للناس ما يجب عليهم أو ما يشرع لهم، بين للناس ما يشرع لهم عند ذلك، فأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة. هذا فيه دليل على أن صلاة الكسوف ينادى لها وأنها تشرع جماعة في المسجد، فهي من النوافل التي تشرع لها الجماعة وينادى لها بهذا اللفظ، الصلاة جامعة. الصلاة منصوب على فعل محذوف تقديره احضر الصلاة جامعة، هذا حال منصوب على الحال، حال كونها جامعة، أو هو منصوب على الإغراء، على الإغراء، كما تقول الأسد الأسد، السبع السبع، بالنصب من باب الإغراء للفرار منه. نعم. فالصلاة جامعة أي يجتمعون لها، يأمرهم بالاجتماع لها. فخرج صلى الله عليه وسلم، يأتي في الحديث الثاني أنه
خرج مسرعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، ففيه المبادرة عند حدوث الكسوف، وأن لا يتأخر المسلمون عن الصلاة. إذا تحققوا من الكسوف فإنهم يبادرون، وتبدأ الصلاة ببداية الكسوف وتنتهي بنهايته، ولا تصلى قبل حدوث الكسوف أو بعده، وإنما تبدأ ببدايته وتنتهي بنهايته، قوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فلا تصلى قبل الكسوف ولا تصلى بعده. وقولها صلى ركعتين بأربع ركعات وأربع سجدات، هذه صفة صلاة الكسوف، أنها ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان وفيها سجدتان، كل ركعة فيها ركوعان وفيها سجدتان، فيكون المجموع أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين. هذه صفة صلاة الكسوف. فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يقرأ سورة الفاتحة جهرية، ثم يقرأ بعدها سورة كاملة، سورة طويلة، يقرأ بعدها قراءة طويلة، حتى جاء في الحديث أنها نحو من قراءة سورة البقرة أو نحو من 100 آية، فيطيل القراءة ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، إلى آخره، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها قراءة طويلة لكنها أقل من القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا لكنه أقل من الركوع الأول، ثم يسجد سجودا طويلا نحو من قيامه، ثم يرفع ويقول ثم يجلس ويقول: رب اغفر لي، كما في الصلاة الأخرى، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يصلي الثانية كالأولى، إلا أنها أقل منها، أقل منها في القيام وفي الركوعات وفي السجودات. هذه صفة صلاة الكسوف أخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. فصلاة الكسوف ثابتة بالسنة العملية والسنة القولية. السنة العملية أنه صلى بالناس، والسنة القولية أنه قال للناس: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف. الحديث فيه بيان الحكمة من حصول الكسوف، وأنه تخويف للعباد، وفيه إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، لأنهم يعتقدون أن الكسوف يدل على حدوث شيء، إما موت عظيم وإما ولادة عظيم، لأن من عادتهم التنجيم، وأنهم يعلقون الحوادث الأرضية يعلقونها بالأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم، فيعتقدون أن الكسوف سبب لحدث يحدث، لموت عظيم من العظماء أو ولادة عظيم من العظماء. بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذه عقيدة باطلة، وأن الكسوف إنما يحصل تخويفاً للناس، آيتان من آيات الله، لقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر،
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ففي هذا إبطال الاعتقاد بالشمس والقمر والنجوم، وأنها ليس لها من الأمر شيء، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وبناء على ما كان من الاعتقاد في الجاهلية، صادف أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية، مات وهو طفل صغير، فكسفت الشمس في هذا اليوم، فظن الناس أن كسوفها بسبب موت إبراهيم، وقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فأعلن صلى الله عليه وسلم بطلان هذا الاعتقاد، وأنها لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، وإنما هذا الكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. وفيه بطلان عبادة الشمس والقمر، لأن الكسوف دليل على أنهما مخلوقان، إذا جرى عليهما التغير فهذا دليل على بطلان عبادتها، وأنها مخلوقة يجري عليها التغيير والقضاء والقدر، فلا تستحق شيئاً من العبادة، وإنما العبادة لله. ولهذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذا فيه بيان التوحيد والنهي عن الشرك وإبطال عقائد الجاهلية، وإعلان ذلك للناس عند المناسبة لأجل تصحيح العقيدة ونفي الأوهام الخرافية عن الناس. نعم، أعد الحديث. أحسن الله إليك. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. البدري معناه أنه من أهل البدر، البلد المعروف الذي وقعت فيه الوقعة، وليس معناه أنه ممن حضر الغزوة، وإنما معناه أنه من أهل البلد الذي يسمى بدرا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. هذا كما في قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهما آيتان من آيات الله وليس لهما من الأمر شيء. نعم. والآية معناها العلامة، الآية في اللغة معناها العلامة، فهما علامتان على قدرة الله جل وعلا وعلى أنه هو المستحق للعبادة، لأن الآيات على قسمين: آيات كونية الشمس والقمر والليل والنهار والمخلوقات، هذه آيات لأنها تدل على عظمة الله جل وعلا، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والنوع الثاني الآيات القرآنية، الآيات القرآنية، فالآيات على نوعين: كونية وقرآنية. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. يخوف الله بهما عباده، هذا فيه إبطال لاعتقاد الجاهلية في أن الكسوف يدل على حدوث حدث في الأرض، كعادتهم في التنجيم وإضافة الحوادث إلى النجوم. نعم. وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. نعم. فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. هذا فيه ما يفعل عند الكسوف، وهو الصلاة والدعاء، الصلاة والدعاء. وفيه أن الصلاة إنما تبدأ عند ظهور الكسوف،
لا قبله، وإن كانوا يعرفون أنه سيحصل فلا يصلون حتى يحدث ويروه بأعينهم ثم يصلون. نعم، أحسن الله إليك. فلو فرضنا أن السماء فيه غيوم ولا ظهرت الشمس، والحساب يقولون أنها ستكسف ولا والشمس محجوبة بالغيوم، فلا نصلي لأننا لا نرى الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة برؤية الكسوف. نعم، صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت، وقوله صلوا وادعوا فيه مشروعية الصلاة والدعاء، وأن بداية الصلاة عند بداية الكسوف ونهايتها عند نهاية الكسوف. فلو أنه صلى وانتهى والكسوف ما زال، إنها لا تعاد الصلاة، ولكن يشتغلون بالدعاء تضرع إلى الله عز وجل. لو فرغ من الصلاة والكسوف ما زال، إنها لا تعاد لأنه صلى، ولكن يشتغلون بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وإن زال الكسوف وهو يصلي فإنه يخففها لأن وقتها قد انتهى. نعم، صلى الله عليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت، خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف. نعم، هذا فيه بيان صلاة الكسوف، كيفية صلاة الكسوف، ففيه فوائد. أولاً فيه أن صلاة الكسوف تفعل جماعة في المسجد، وفيه صفة صلاة الكسوف أنها ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان وسجدتان، وفيه أنها تطول صلاة الكسوف، طول القيام ويطول الركوع والسجود وتكرر القيام مرتين في الركعة الواحدة ويقرأ فيها من القرآن، ليقرأ فيها من القرآن ويطيل القراءة. نعم، وأنها جهرية. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت، خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. نعم، هذا فيه أن صلاة الكسوف تكون يتدرج فيها الإمام، يطيل القيام الأول الذي بعد تكبيرة الإحرام، ثم يركع، ثم يقوم قياماً آخر ثانياً ويطيله لكنه دون الأول، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يفعل الركعة الثانية مثل الركعة الأولى. نعم. ثم سجد فأطال السجود. نعم. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف. ثم انصرف، يعني سلم وانصرف إلى أصحابه. نعم. ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال، يا أمة محمد
والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم، وهذا فيه زيادة الموعظة بعد الفراغ من صلاة الكسوف، وأن الإمام يعظ الناس بعد صلاة الكسوف ويذكرهم ويبين لهم أن الكسوف آية من آيات الله، وليس هو كما يعتقد الخرافيون والمشركون أنه سبب لموت أحد أو حياة أحد، وإنما هو تخويف من الله لعباده، فيشرح لهم هذه الأمور حتى يتضح لهم الأمر، لأن العقائد الجاهلية باقية ولها مروجون، يروجون شياطين الإنس والجن يروجون هذه الخرافات وهذه الشركيات. فالإمام ينبغي له أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويبطل هذه الخرافات وهذه العقائد الزائفة، ويبين بطلانها للناس، ولا يكتفي بمجرد الصلاة، وهذا مهم جدا. وفيه التخويف، فيه أنه يخوف الناس من المعاصي ولا سيما الزنا، فإن الزنا كما قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: لا تقربوا، يعني لا تعملوا الأسباب التي توصل إلى الزنا. هذا أبلغ من قوله لا تزنوا، لا تقربوا أبلغ من قوله لا تزنوا، لأن معناه اتركوا الأسباب التي توصل إلى الزنا، مثل النظر إلى النساء، مثل اختلاط النساء بالرجال، مثل سفور النساء، مثل سفر المرأة بدون محرم، مثل الخلوة بين المرأة والرجل، كل هذه أسباب للزنا، ومثل عدم سماع الكلام الماجن والأغاني الخليعة، لأنها رقية الزنا وتوصل إلى الزنا، ففيه ترك الأسباب الموصلة إلى الزنا. ولا تقربوا الزنا، ثم قال: إنه كان فاحشة. والفاحشة هو ما تناهى قبح، فهو أقبح من أقبح الفواحش، لأن فيه خلطا للأنساب، وفيه ضياع للأعراض، وفيه انتشار للأمراض، انتشار للأمراض والأوبئة، كما علم الآن من انتشار الأمراض الفتاكة بسبب الزنا واللواط والعياذ بالله، مرض الإيدز ومرض فقد المناعة، حتى أصاب العالم الآن وروع العالم هذا المرض، روع العالم هذا المرض، وأصبح من أصيب به معزولاً عن المجتمع، يعيش وحده إلى أن يموت، معزولاً عن المجتمع، أسيراً للموت. فصدق الله العظيم: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وسبحان الله، الزواج والنكاح الشرعي ما يحصل فيه شيء، يحصل فيه مصالح، يحصل فيه مصالح ومنافع، وأما الوطء بغير الطريق الشرعي فيحصل فيه آفات وأمراض، والله جل وعلا لا ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر على الناس، ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة للناس. أمر بالزواج وأمر بالنكاح ما فيه من المصلحة والطهارة وحفظ الأعراض وسلامة الأنساب والبقاء على الحياء والحشمة، فهو أمر به لما فيه من المصالح، ونهى عن الزنا لما فيه من المفاسد، مع أن هذا جماع وهذا جماع. شوف، سبحان الله، هذا جماع وهذا جماع، لكن هذا جماع فاحش وفيه مفاسد عظيمة، وهذا جماع فيه مصالح
وفيه خير وطهارة وعفة. انظر الفرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه في كل الأوامر والنواهي. لا يأمر سبحانه إلا بما فيه مصلحة للعباد، ولا ينهى إلا عن ما فيه مضرة للعباد عاجلاً وآجلاً، سواء علموها أو لم يعلموها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي هذا الحديث لا أحد أغير من الله، هذا فيه وصف الله جل وعلا بالغيرة، بالغيرة لمحارمه، وأنه سبحانه يغار أشد الغيرة على محارمه إذا انتهكت، وأنه يعاقب أشد العقوبة. فهذا فيه التخويف للعباد من مخالفة أوامر الله وارتكاب ما حرم الله، لأن هذا يغضب الله عز وجل ويغار الله جل وعلا منه. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أشياء لم يطلعنا عليها، ولو أطلعنا عليها لما تلذذنا بالأكل والشراب والعيش والضحك، ولا أكثرنا من البكاء. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن الأمر عظيم، ولكن الله حجب عنا علمه رحمة بنا، من أجل أن نأكل ونشرب ونستريح في هذه الحياة. ولو أنه أطلعنا عليه لما تلذذنا بعيش، ولما تلذذنا براحة. نعم. أحسن الله إليك. ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. انصرف حين تجلت الشمس، كما ذكرنا أن نهاية صلاة الكسوف بنهاية الكسوف، وأنه ينبغي للإمام أن يترسل في الصلاة ولا يستعجل. نعم. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. نعم. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. نعم. عن أبي موسى: 4 ركعات في ركوعين و4 سجدات في ركوعين أيضا. نعم. صلى الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزع يخشى أن تكون الساعة حتى أتى. نعم. قام فزعا، هذا دليل على أن الكسوف يخشى أن يحصل عنده عقوبة من الله سبحانه وتعالى، أن تقوم الساعة. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالله جل وعلا هو الذي يعلم متى تقوم الساعة، الرسول وجميع الرسل والملائكة لا يعلمون متى تقوم الساعة، وهي قيامها من فواتح، من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد ذكرت في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الأمور الخمسة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليها أحدا من خلقه، لا الملائكة ولا الأنبياء. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أنه لا ينبغي عند الكسوف والخسوف أن الناس يضحكون يمزحون، بل يجب أن يخافوا وأن يبكوا وأن يتضرعوا إلى الله ويدعوا الله عز وجل، لا يكون عندهم غفلة وضحك أو أنه يتباطى عن صلاة الكسوف وينام، بل عليه أن يبادر إلى الصلاة مع المسلمين ولا يتساهل فيها. نعم. أحسن الله إليك. فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد. هذا فيه دليل على أنها تصلى جماعة في المسجد، ما تصلى فرادى ولا تصلى جماعة في غير المسجد. نعم. فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود. نعم. ما رأيته يفعله في صلاة قط. أي نعم، تمتاز صلاة الكسوف بالطول في قيامها وركوعها وسجودها على غيرها من الصلوات. نعم. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. نعم، كما سبق في الأحاديث نفي أن يكون الكسوف أن يكون الكسوف سببا لحدوث حدث في الأرض من موت أو حياة أو مرض أو رخص أو غلاء في الأسعار أو غير ذلك من الأمور، وإنما هو تخويف من الله عز وجل، وأيضا آية من آيات الله. فإن الجاهلية يعتقدون في الشمس والقمر والنجوم، فالله أبطل ذلك لأن أجرى على الشمس والقمر هذا التغير، فدل على أنهما مخلوقان مدبران ليس لهما من الأمر شيء. نعم. باب صلاة الاستسقاء. يكفي. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: حصل لدي إشكال من قوله خشي أن تكون الساعة، مع أن هناك علامات لها لم تأتي بعد، فكيف نجمع بين الأمرين؟ وهل يمكن أن تأتي الساعة قبل العلامات التي يخبرنا بها؟ الله أعلم بذلك، الله قادر على كل شيء، أمر الساعة بيد الله سبحانه وتعالى، يجليها لوقتها متى شاء. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: كم مرات ينادى بقول الصلاة جامعة؟ مرة واحدة، لأنه ما ورد أنه يكرر. نعم. فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يصلى عندما يحدث زلزال أو براكين أو عواصف شديدة؟ لا، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عند الزلزلة أن بعض الصحابة صلوا عند الزلزلة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. نعم. فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تقرأ سورة الفاتحة مرتين في كل ركعة من صلاة الكسوف؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الرياح أنه يخاف ويدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به، يدعو عند هبوب الرياح ويخاف منها، لأنها قد أهلكت بها أمة من الأمم، قوم عاد. وكذلك عند إقبال السحب كان يدعو الله ويقول: اللهم صيبا نافعا، فكان يدعو عند هذه الأمور، ولكنه لم يكن يصلي. نعم. فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تقرأ سورة الفاتحة مرتين في كل ركعة من صلاة الكسوف؟ نعم، هكذا ورد، تقرأ قبل الركوع وبعد الركوع الأول. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تصلى الكسوف في أوقات النهي؟ نعم، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا، يدل على أنها تفعل في أي وقت، على أنها تفعل في أي وقت، وهي من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل عند حدوث أسبابها في أي وقت على الصحيح الراجح. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو خسف القمر بعد صلاة الفجر وهو يرى، هل تصلى أم يكون الوقت قد خرج بطلوع الفجر؟ إذا طلع الفجر ذهب وقت الانتفاع بنور القمر، فلا يصلى للكسوف بعد الفجر، كسوف القمر بعد الفجر، لأنه ذهب وقت الانتفاع به. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في صلاة الكسوف ماذا يقال في القيام بعد الركوع الثاني في الركعة الأولى؟ يقول: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يقول في سائر الصلوات. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سور معينة في صلاة الكسوف؟ لم يرد، لكن يقول: قام قياما طويلا، وفي بعض الروايات نحوا من سورة البقرة، ولم يرد قراءة سور معينة، لكنه يطيل القيام ويطيل القراءة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لحدوث الكوارث الكونية كالزلازل والكسوف والخسوف علاقة بأفعال العباد؟ وإن كان لها علاقة فما حكم من ينكر ذلك؟ نعم، أسباب هذه عقوبات، وأسبابها أفعال العباد، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وفي الآية الأخرى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبرنا أن الله جل وعلا يغار لحرماته، ولا أحد أغير منه أن يزني عبده وتزني أمته. ربما يكون هذا الكسوف عنده عقوبة تحدث. نعم. فالمصائب بقدر الله بلا شك، ولكن أسبابها أفعال العباد، أسبابها أفعال العباد، وأما حدوثها فهو بقدر الله وقضائه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر صاحب كتاب الإشاعة في أشراط الساعة أن في موت عمر وعلي رضي الله عنهما كسفت الشمس وأمطرت السماء دم، فما رأيكم في ذلك الكلام؟ وما رأيكم في الكتاب ومؤلفه؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ومؤلفه ابن رسول البرزنجي، عنده تخريف، عنده تخريف لا يوثق به. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبل أحد بين طرفي القمر، فكيف يرد على رأى إيش؟ رأى جبل أحد بين طرفي القمر. هذا في مكة، انشقاق القمر حدث في مكة ولم يحدث في المدينة، جبل أحد في المدينة. نعم. يقول: فكيف يرد على من قال إن كسوف القمر لم يحدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال: هذا كذاب، اللي يقول الكلام هذا كذاب، الكسوف حدث القمر، نعم، ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حدث كسوف الشمس، هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا انتهت صلاة الكسوف ولم ينكشف الخسوف، فهل يجوز لي أن أقوم بالصلاة منفردا إلى أن ينكشف، أم أقضي ذلك الوقت بالذكر والاستغفار؟ إذا كنت صليت الكسوف فلا تعدها مرة ثانية، أما إذا كنت لم تصلي الكسوف فصل، أصلي
والأفضل أن تصلي عند بداية الكسوف، لكن لو تأخرت فإنك تصلي حتى ينكسف الكسوف. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن أصلي صلاة الكسوف منفرداً إن لم أجد جماعة؟ نعم، الأفضل أن تصليها مع الجماعة، ويجوز أن تصليها منفرداً. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا وادعوا، هذا عام، يصلي منفرد أو يصلي مع الجماعة، وصلاتها مع الجماعة أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: خسف القمر منذ فترة ولم يره الناس إلا قبيل صلاة الفجر، فمن المساجد من صلى بعد صلاة الصبح، ومنهم من لم يصلي، فما حكم ذلك؟ إذا طلع الفجر فلا يصلى لكسوف القمر، لأنه انتهى الاستفادة منه، جاء النهار، والقمر من آيات الليل، ما هم من آيات النهار، آيات النهار هي الشمس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم صلاة الكسوف؟ هل هي واجبة أو سنة؟ سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليست واجبة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تخرج النساء لصلاة الكسوف أم يصلين في البيت جماعة؟ كسائر الصلوات مثل الفرائض، صلاتها في المسجد مع الجماعة جائز، وصلاتها في بيتها جماعة أو فرادى أفضل لها وأحفظ لها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا فاتت المسلم ركعة من صلاة الكسوف فكيف يقضيها؟ يقضيها على صفتها، إذا سلم الإمام يقوم ويقضيها على صفتها، يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها من القرآن، ثم يركع، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها من القرآن، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يسجد، يقضيها على صفتها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجعل الإمام طول صلاة الكسوف حسب مدة الكسوف؟ فإن كانت المدة ساعة جعل الصلاة ساعة؟ ما يعلم مدة الكسوف إلا الله عز وجل، ما يعلم هذا، لكن يطيل الصلاة، فإذا انجلى الكسوف وهو يصلي يخفف الصلاة، وإن انتهت الصلاة قبل انجلاء الكسوف فإنه يشتغل بالدعاء ولا يعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في الوقت الحاضر في بعض الأحياء نصلي صلاة العيد في الجوامع. نعم. يقول: في الوقت الحاضر في بعض الأحياء نصلي صلاة العيد في الجوامع. نعم. ويكون للنساء مصلى خاص بهن، فهل الحيض يعتزلن وهن داخل المصلى؟ لا يدخلن المسجد، الحيض لا يدخلن المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسجد لجنب ولا حائض، ولكن تكون عند المداخل، عند الباب أو في سيارة تسمع الذكر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: علمت أن زوجتي تذهب عند منجمة، فأخبرتها بجرم ما عملت وحذرتها من ذلك، واكتشفت بأنها أتت بتلك المنجمة في البيت، فهجرتها وتركت البيت، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ننصحك أن تضبط زوجتك، وأن تخبر عن هذه المنجمة، تخبر مركز الهيئة، تخبر مركز الهيئة للقبض عليها وإجراء ما يلزم، ولا تسكت عنها. نعم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أخي يمتلك 20,000 ريال ولم يزكي عنها. نعم. تقول أخي يمتلك 20,000 ريال ولم يزكي عنها منذ 5 سنوات، فما مقدار الزكاة فيها؟ وهل يجوز لي أن أخذها للحاجة؟ إذا الزكاة واجبة فيها، كل سنة تزكى، السنة الأولى يؤخذ ربع العشر منها 2.5%، السنة الثانية تخفض زكاة السنة الماضية يزكى الباقي، السنة الثالثة
خفض كذلك الزكوات الماضية ويزكى الباقي حتى تنتهي السنين. وأما أنك تأخذينها فهذا لابد من إذنه، إذا أذن بها أذن لك بأخذها والانتفاع بها فلا بأس، أما إذا لم يأذن فهي ماله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا موظف بنك ربوي، وطبيعة عملي ليس له علاقة بالعقود الربوية، وأرغب في شراء سيارة من البنك نفسه بالتقسيط من راتبي، فهل يجوز ذلك؟ كلا العملين لا يجوز، لا شغلك في البنك لأنك متعاون معه، ولو كنت في غير المعاملات الربوية أنت تخدم البنك، في عملك تخدم البنك وتعينه، وأن الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعليك أن تنتقل من البنك إلى عمل آخر، والأعمال كثيرة ولله الحمد، والوظائف كثيرة، اجتهد في الانتقال ولا تتأخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما شراء السيارة من البنك أو من غيره، إذا كان عنده سيارة يملكها تشتري منه، وأما إذا لم يكن عنده سيارة وإنما يرسلك إلى سيارات الناس ومعارض الناس ثم يشتريها لك، أو يشتريها له، يشتريها لك ويسلم ثمنها قرض ويأخذ منك زيادة عليه، هذا ربا، هذا ربا صريح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: مر بنا في درس سابق أن الجلوس للتشهد في صلاة الفجر والجمعة والتراويح يكون متوركاً، فهل ما فهمته في هذه المسألة صحيح؟ يكون مفترشاً، يكون مفترشاً، هذا هو المشهور. وفيه قول آخر: إن كل جلوس يعقبه سلام فإنه يتورك فيه، سواء كان في ثنائية أو غيرها، ولكن القول الظاهر أن التورك إنما يكون في الصلاة التي فيها جلوسان، جلوس أول جلوس ثاني. أما إذا لم يكن فيها إلا جلوس واحد فإنه يفترش، هذا هو الظاهر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك بعض طلبة العلم ألف كتابا وقال فيه: إن الامتحان بالأشخاص بدعة محدثة في هذا العصر، فهل هذا صحيح؟ حيث إننا نقرأ في بعض كلام السلف: إذا رأيتم الكوفي أو البغدادي يتكلم في أحمد فاعلم أنه صاحب بدعة أو هوى. اشتبه هذا لهذا. الامتحان قصده الامتحان في الدروس والاختبار أنه بدعة، أو يقصد أن الامتحان بالأشخاص يسألك عن شخص فإذا أجبته حكم عليك أنك سني أو أنك بدعي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إلا إذا عرف عن المبتدعة أنهم يعادون أهل السنة أو يعادون إماماً من أئمة أهل السنة، فإن عداوتهم له دليل على ابتداعهم وانحرافهم، كالإمام أحمد رحمه الله. نعم. أما أنك تستعرض الناس وتسألهم عن فلان، هذا لا أصل له ولا ينبغي. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الخطبة بعد صلاة الكسوف على سبيل الاستحباب أو الوجوب؟ وما حكم ما يفعله بعض الأئمة من أنهم لا يخطبون؟ الجمهور على أنه ما هي خطبة، على أنها موعظة. الشافعية يرون أنها خطبة، لذلك يرون أن صلاة الكسوف لها خطبة بعدها، ولكن الصحيح واللي عليه الجمهور أنها موعظة وليست خطبة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز رؤية الهلال بالآلات الحديثة مثل المجهر، أم يشترط أن يكون بالعين المجردة؟ لا، ما يشترط، يجوز الاستعانة بالمراصد وبالمناظير لرؤية الهلال، ولكن هذا ما يلزم لأنه تكلف، ما أمرنا بالتكلف. إن رأيناه رؤية عادية
صمنا وإن لم نره فلا نتكلف بالمناظير والأشياء هذه، لكن ما نقول إنها حرام، من استعملها فلا بأس، نعم، لكن ما نوجبها على الناس، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بمناسبة ما حصل هذا اليوم من اليهود، يتناقل بعض الشباب عبارة وهي، نعم، يقول: بمناسبة ما حصل هذا اليوم من اليهود، يتناقل بعض الشباب عبارة وهي وأسامة، فهل هذه العبارة فيها شيء؟ كيف وأسامة؟ وكذا كتبه، هذه ندبة، لا يجوز الندبة أو نياحة، لا يجوز. الواجب أنكم تدعون للميت، تترحمون عليه وتستغفرون له، وأن تدعوا على اليهود، تدعوا عليهم بالعقوبة. أما الندبة والنياحة هذا أمر لا يجوز، نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن نصلي صلاة الغائب على الشيخ أحمد ياسين؟ الشيخ أحمد ياسين صلوا عليه اللي عنده يكفي، صلوا عليه المسلمون اللي عنده يكفي، نرجو الله له المغفرة والرحمة، الدعاء يكفي الحمد لله، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: مع أنه يعني يرجى له الشهادة، يرجى له الشهادة والخير إن شاء الله، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم قول القائل ورب المصحف؟ لا، لا يقال هذا، لأنه معناه أن المصحف مخلوق، معناه أن المصحف مخلوق وأن له ربا وهو كلام الله، هو من كلام الله وصفة من صفات الله، نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: سمعنا بأنكم تفتون بجواز الجوالات التي فيها كاميرا، وذلك بأنه جائز استخدام الكاميرا التي في الجهاز لأنها رقمية، فهل هذا صحيح؟ وأنت تصدق كل ما سمعت؟ الكذب كثير، الكذب والافتراء كثير، ونحن نحذر والعلماء يحذرون من الجوالات التي فيها كاميرات، وهي ممنوعة أيضا، ممنوعة من جهة السلطة، ولا يجوز بيعها لما فيها من الفساد، وما فيها من تصوير النساء، وما فيها من تصوير في حد ذاته حرام، كيف إذا استعملت لتصوير النساء في الحفلات وغير ذلك، فهي وسيلة فساد. والقاعدة أنكم إذا ذكر لكم عن شخص أنه أفتى، ما تصدقون بمجرد النسبة، حتى تطلبوا الإثبات إما من صوته مسجل أو كتابته توقيعه. الفتوى إذا نسبت إلى شخص فلا بد إما أن يحضر كتابته وتوقيعه عليها، وإما أن يحضر تسجيله وصوته، مع أن الصوت قد يحصل فيه أيضا محاكاة أو، لكن الكتابة والتوقيع هي التي تكون أثبت، نعم. أحسن الله إليك. وأنتم في وقت الكذب، أنتم في وقت الكذب والافتراء، فلا تصدقوا إلا ما ثبت. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، فهل هناك قيام بعد الركوع الثاني، أم أنه ينتقل من الركوع الثاني إلى السجود دون أن يرفع من الركوع الثاني؟ لا، يقوم يعتدل، يقوم من الركوع الثاني ويعتدل ويقول: ربنا ولك الحمد، ثم يسجد، ولا ينتقل من الركوع إلى السجود، لأنه يترك ركن وهو القيام والاعتدال، ويترك واجب وهو ربنا ولك الحمد، نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.